لكن كما قلتي احداث ما هذوك كمعلومه هذو اللي كيتبناو حاليا من احداث ما كاين في بناء الموانئ. الاغلبيه كنعرفوا هذوك اللي عندهم شحال 3 4 د الرجلين دونك شي كيتركب شي لا تترا اتر وهادو اللي بغى يعرف المكان ديالهم ها هو اللي كيهتم بهذا الدومين هذا بيان سور. وحنا الان في هذا المسجد ديال الميناء المسجد الجديد كنعرف السميه ديالو وهذا اللي امامنا ميناء الصيد البحري يعني المرافق الاداريه ديالو ميناء السفر اتجاه طريق وهنايا الكونتر جور ما غادي يبان شيء مزيان هذا هو لو بور ديال طنجي مدينه وطنجي ميد راه بيان سور شي 30 كيلومتر ولا